طبيعة الحال كنعرفوا حركة 20 فبراير اللي هي واحد الحركة اللي شكلت واحد التعبير عن مواقف معينة في فترة معينة في واحد السياق معين اللي جابوا الربيع العربي وكنت بصراحة كنت في واحد السياق مغربي اللي خاص اللي جسد الاستثناء المغربي ولا الانفراد المغربي كما سموها كل متتبعين اللي تبعوا داك الشيء و20 فبراير احنا على بعد يومين من الاحتفال ب او تخليد ربما السنه الثالثه ديالها او الرابعه عفوا من اجل تقييم في ماذا اخطات وفي ماذا اصابات وهل من استمراريه والوجوه اللي كانت تقود هذه الحركه واش ما زالت هل تم استقطابها الى جهه معينه ام انها ما زالت في خطها النضالي بين قوسين؟ بالنسبه لحركه 20 فبراير هي كباقي الحركات الشبابيه اللي انطلقت ربما على ما كنظن مع بدايه الربيع العربي اللي عندها توجهات فكريه وتقدر تكون توجهات سياسيه، لكن الى مسات التوجهات الدينيه غتقدر تكون كباقي جماعات او كباقي منظمات او كباقي الفرق اللي برزات منذ بدايه التاريخ سواء التاريخ السياسي الاسلامي او التاريخ السياسي الغربي. بالنسبه لمطالبات هذه الحركه هي نابعه او المصدر ديالها ربما ماشي هو بلاد المغرب وانما هي بلاد اخرى ربما جات من الشرق الاوسط او من العالم الغربي، لاننا نحن في المغرب كما هو معلوم عندنا توابيت نؤمن بها في هذه البلاد العريقة اللي عندها تاريخ سواء سياسي اللي قديم وعندها تاريخ وعندها تقاليد وعندها عادات، لكن أفكار كتسرب وتأثرنا بثقافة الغير وبآرائهم وبتقاليدهم هي اللي خلت هذه الأفكار تسرب للمجتمع ديالنا المغربي حتى أصبح الشباب المغربي يطالبون بهذه الأفكار وربما ينزلونها على هذا المجتمع والمجتمع المغربي الذي قد لا تتواكب معه او تتساوى معه في الافكار. بالنسبه للحركه اللي ظهرت على اثر سميتو الربيع العربي جات كرد فعل ديال الشباب يعني سخط ديال الشباب العربي المغربي على الاوضاع اللي كاينه وكانت بغات يعني تمشي واحد الاتجاه اللي هو ديال التحرر، ولكن مجهدات ربما انا اعتقد انه مجهدات 20 فبراير جا واحد الحدث بحال عارض جا بشي ظروف خاصة اللي كنعرفنا على 20 فبراير شي افراد اللي كانوا ما بقاوش واللي انتهزوا فرصة نتاع ناس كتجمع والناس كتدير تظاهرات وتدير المسيرات وظهروا ما عرفت علاش، وتما انا اللي نقول لك على 20 فبراير ما عندهاش قياده، القياده ما عندهاش ان ما كاين والو، بعض الناس كيستغلوا هذا باقي يظهروا من حين لاخر، كاين اللي كيبغي يركب عليها وشكرا. كما تعرف الجميع الحركه خلقت واحد رفعت كما نقولوا واحد المنسوب ديال التعبير عن الراي، التعبير عن الحقوق المهضومه بين قوسين كما كتشوف هذه الحركه خلقت واحد كما تنقولوا واحد الثوره بين قوسين اللي خلات المواطنين يبقاو يتسحلوا بقاو يعرفوا بالعاد الحوايج اللي كانوا غافلين عليهم، هذه شحال ولا كانوا تعرفوهم ما تقدروش يعبروا عليهم، وفي سياق الربيع العربي اللي بدا من تونس وانتقل للدول العربيه المجاوره اصبح الكل كيتحدث على 20 فبراير في اطارها المنظم بديك الشكل اللي كانت فيه. بالنسبه للجماعات الاسلاميه التي كان لها الدور في تحرك مع 20 فبراير او مع الحركات التي كانت كلها لها دور في اسلامي في المغرب او لها كلمتها الاسلاميه في المغرب، هي لا تعتبر ذات الراي الصريح. فهمتي؟ كان الجماعات الاسلاميه كلها في المغرب سواء السلفيه سواء حتى الجهاديه سواء الجماعات الصوفيه او الجماعات السنيه، انا بالنسبه لي كطالب مغربي ادرس الدراسات الاسلاميه يتبين لي ان التي لها
فكر سياسي، لها فكر سياسي أو تطمح إلى الحكم السياسي الشرعي، قد تخرج مع هذه الجماعات ربما، لأن الإسلام هو لا يخلو من السياسة. فإسلامنا ودولتنا دولة مغربية وتحت رعاية صاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، هي تحكم البلاد من منظور، وتنطلق هي ودستورها من منظور شرعي من القرآن والسنة، وأمير المؤمنين هو المثال الأسمق لهذا، هذا كما هو معلوم، لسنا كباقي الدول الإسلامية. فبلادنا الإسلامية المغربية يفتخر ويعتز بهذه التوابت، بالمذهب المالكي وبالعقيدة الأشعرية وبالتصوف الجوني، لكن لا ينبغي أن ننزاح أو نخرج بفكرنا السياسي عن هذه الأمور. بالنسبة لجماعة العدل والإحسان، مع كل احترامي لآرائها السياسية، فهي تطمح إلى أشياء ربما هي غير صريحة في حقيقتها، في حقيقة الأمر. أصلاً أستاذ تنوض بالبال وصف لا أكثر، من كانت دعم الحزب العدالة والإحسان، كانت زعما كانت منو ضحيحة بعد مفهوم. أما من ينسح بس العدالة والإحسان من الدعم ديالها صافي، ولا مقاش عشان فبراير، سافر فبراير